كابتن وليد، هل الاهلي الكلينيكان فقد الدوري المصري الممتاز؟ بنسبه كبيره طبعا، لكن هو الاهم ان انت تعالج ازاي. واحنا قلنا هنا في الاستوديوهات كلها ان الاهلي مفيش مشكله انه يقع. الاهلي حتى لما بيقع بيبقى ليه 1000 قومه، وده اللي بيعمله الكابتن الخطيب يعني بذكاء شديد وبحرفيه شديده جدا. ايه الاجراءات اللي انت تعملها لما تخسر دوري وكاس، او تخسر دوري وكاس وبطوله افريقيا، ويبقى موسم بالنسبه لك مش طبيعي وبالنسبه لجماهيرك مش طبيعي. ايه اللي بيحصل؟ متعودين على مدى العمر كله ومدى التاريخ ان ده بيحصل كل 10 15 سنه مره، لكن في اجراءات معينه خاصه اخر سنه ونص، 2 افريقيا 2 سوبر و2 كاس عالم انديه، ده فدي وده الطبيعي. طبيعي طبعا، بس في الاخر انت السنه دي اللي مش طبيعيه. لكن ايه الاجراءات؟ بيبقى واحد دعم ومساندة كبيرة جدا من الجمهور، دعم ومساندة من الجمهور بتبقى في ظهر مجلس الإدارة أيا كانت القرارات. نمرة 2، مجلس الإدارة بيتخذ القرارات اللي هو شايفها في مصلحة الفريق. 3، بتحط كل واحد قدام مسؤولياته. كابتن الخطيب عمل كده بذكاء شديد، يعني عمل موازنة ما بين الاعتراف بالتقصير وإن في تقصير سواء في مجلس الإدارة أو في الجهاز الفني أو في اللعيبة، وفي نفس الوقت ما بين الحلول كتير جدا على كل الأصعدة، منها وأهمها واللي يهمنا احنا كاستوديو ان الفريق محتاج تدعيمات، محتاج صحيح. صفقات قوية جدا زي ما الكابتن الخطيب قال بالظبط، قوية جدا صحيح. دي نقطة جدا، دي مهمة جدا، لان انت حتى لو شفت السوق المصري فانت هتتكلم على 2-3 لعيبة واحتمال ما يبقوش متاحين انه يجوا. نعم. لان انت دلوقتي الاندية بقت مختلفة، ممكن بيراميدز ما يسيبش، ممكن فيوتشر ما يسيبش، ممكن فاركو ما يسيبش، يعني الاندية لا تشارك افريقيا خاصة وكمان نعم. الاندية التانية كله بيدعم نفسه. نعم. لكن انت محتاج صفقات قوية جدا على مستوى الاجانب، محتاج اعادة غربلة فيما يخص المعارين، محتاج إعادة غربلة فيما يخص مين اللي يمشي ومين اللي يقعد من جوه الفرقة. نعم. لكن إجراءات أنا بحيي عليها الكابتن الخطيب، وبشد على إيد مجلس إدارة النادي. نعم. الأهلي، علشان النادي الأهلي يوصل للي هو عايزه. قبل ما أروح للكابتن أحمد حسن، هل جمهور نادي الأهلي طمع، وده طمع إيجابي، كل البطولات اللي يشارك في نادي الأهلي يجب أن يحصل عليها؟ لا، دي مقولة يعني أنا شخصيا طمع إيجابي وليس طمع يعني. بص يا كابتن تام، يعني خلينا نتكلم في وجهة نظرنا. تمام. مفيش في العالم، مفيش في الرياضة حاجة اسمها فريق ياخد كل البطولات. أنا أنافس على كل البطولات، لكن لو ربنا ما وفقنيش في بطولة أو اتنين، أنا في الآخر بقيس توتال السنة كلها. ومش بطولات بس، أنا طلعت ناشئين قد إيه، أنا كسبت فلوس ولا لأ، الميزانية عندي عاملة إزاي، شكل الأداء عامل إزاي. لكن في الآخر العالم كله، المان سيتي، الباريس سان جيرمان اللي هو أغلى لعيبة في العالم، ما خدوش كل البطولات، خدوا الدوري بس. المان سيتي اللي هو يعني عامل الفيلم ده كله عشان ياخد دوري أبطال أوروبا، ما خدش دوري أبطال أوروبا. الفكرة إن أنت فريق كبير زي الريال، زي برشلونة، زي المان سيتي، بتنافس على كل الألقاب. لكن تصدير المقولة دي للجماهير دي ممكن تدي عنصر سلبي، ويدي عنصر ضغط على اللعيبة وعلى الأجهزة الفنية. ومستر موسيماني قالها، قال أنا يعني ما أقدرش أعيش في فكرة إن أنا لازم إجباري أكسب كل البطولات. بس يعني تحت ضغط، خلينا طالما اشتغلت في النادي الاهلي لازم تحت ضغط، كل يوم في ضغط. انت كده كده تحت ضغوط، يعني انت في الانديه الكبيره ويجب كلها تتحمل الضغط، ولازم انت تكون صاحب شخصيه تتحمل الضغط. صحيح. لكن انت سالتني سؤال محدد، لازم تاخد كل البطولات؟ لا، انا بقول لك مش لا لازم. لا، انا سالتك ان جمهور النادي الاهلي طمع، وطمع ايجابي ان هو ياخد كل البطولات. كلنا كلنا، مفيش حد بس. مفيش حد بيدخل جوه النادي الاهلي الا بيبقى طماع، الطمع الايجابي اللي عايز يكسب كل البطولات. صحيح. لكن لازم تاخدهم؟ لا، دي حاجة بتاعت ربنا طبعا. يعني انت بتنافس وتنافس بشدة وقوة وتعمل كل حاجة، لكن في الاخر انا بلعب مثلا نهاية افريقيا، ما فيهاش مشكلة، انا بلعب ضد فريق كبير جدا. نعم. وقوي جدا. نعم. ومستعد زي بالظبط. نعم. ممكن هو يكسب.